بالله صلاة وسلاما على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. طبعا مش عارفة دي المحاضرة كام، بس أنا هنا بتكلم عن الثيرويد جلاند، عن الغدة الدرقية. فطبعا أول حاجة هناخد الانترودكشن، هناخد الاناتومي بتاعها، هناخد فانكشن وظيفتها، وظيفة الهرمون اللي هي بتفرزه، وهناخد الديس اوردر وظايفها بشكل عام، وهي المشاكل اللي بتحصل فيها، والديس اوردر المشاكل اللي بتحصل فيها، والمانيفستيشن اعراض المشاكل دي، والنيرسينج كير ازاي فعلا لو حد عنده فعلا المرض ده ازاي انا اعمل له خطة رعاية. طبعا في حاجة اسمها ثايرويد ستيمولاتينج هرمون، التي اس اتش، هو هرمون بتفرزه الغدة النخامية اللي هي البيتيوتري جلاند، وهو اللي بيحفز الغدة الدرقية. احنا عارفين اصلا ان البيتيوتري جلاند هي المايسترو، او هي سيدة الغدد الصماء، فهي بتفرز لك هرمون التي اس اتش، وهرمون التي اس اتش بيعمل ستيمولين، بيحفز الغدة الثيرويد، بيحفز الغدة الدرقية، تمام؟ resulting in release T3 و T4. الغدة الدرقية بقى بتفرز لي هرمون الثيروكسين، سواء T3 أو T4، هو نوعين، في ثيروكسين 3 وفي ثيروكسين 4. الثيروكسين 4 هو ثيرويد هرمون active iodine compound formed and stored في الثيرويد. يبقى بيقول لك ان الثيروكسين اللي هو T4 هو عبارة عن active iodine compound مكون وبيتخزن في الغدة الدرقية. اما T3 يا شمس هو ثيرويد هرمون formed and stored في الثيرويد، وبيقول ان هو كمياته صغيرة، يعني بينتج بسمولر كوانتيتيز، يعني بينتج بكميات صغيرة. يبقى مين الاكتر؟ T4 اللي هو مكون من الايودين، ماشي. بعد كده طبعا جه على طبعا ايودين اللي هو اليود، يبقى الثيروكسين تي 4 هو عبارة عن مركب مكون من اليود ومخزن في الغدة الدرقية. طيب طيب كلمة يا شمس اكسوثالامس، اكسوفاسالامس هو abnormal protrusion of one or both eyeballs. يعني ايه؟ المهم يا جماعة ان اكسوفاسالامس دي معناها جحوظ. هو بيقول لي جحوظ يعني العين بتبقى مبرقة كده، لا اما واحده فيهم لا اما الاتنين، بتبقى مبرقه كده وطالعه لقدام، فاهمين الفكره؟ بعد كده عندي الجويتر اللي هو التضخم الجحوظي. قال لي ده بقى يا شمس هو enlargement of الثيرويد جلاند، الغده الدرقيه ذات نفسها هي اللي بتتضخم. بعد كده يا جماعه عندنا الكالسيتونين. الكالسيتونين ده هو هرمون مهم جدا بيتفرز بواسطه الثيرويد جلاند. يا جماعه الغده الدرقيه بتفرز فعلا هرمون الكالسيتونين، وبتفرز هرمون الثيروكسين تي 3 وتي 4. اهم حاجه فيها هرمون الثيروكسين، لانه هو ده اللي نسبته كبيره، وخصوصا تي 4 كمان، ماشي. طيب طب الثايرودايتس معروف، مقطع ايتس يعني انفلاميشن، حصل انفلاميشن في الغده الدرقيه. طيب الثايرو توكسيسوزيس هو اكسسيف برودكشن يا شمس باي الاندجينس والاكسوسينس ثايرويد هرمون. يبقى بنقول ثايروكسو ثايروتوكسوزيس، انا عارفه انا اسفه، ثايروتوكسوزيس يعني يا شمس ده بيبقى فيه انتاج زياده عن اللزوم، انتاج زياده عن اللزوم يا شمس من الهرمونات بتاعه الغده الدرقيه، عماله تنتج في الهرمونات بتاعتها بطريقه غبيه، تمام. طيب الثايرويدكتومي معناها عمليه استئصال للغده الدرقيه، سيرجيكال ريموفال، بزيل سواء جزء من الغده الدرقيه او بزيلها كلها. الجريفز هي اوتو اميون ديزيز ذات ليد تو اوفر اكتيفيتي اوف الانتاير ثايرويد جلاند. طبعا عندي توكسيك مالتي نيودولار جويتر اللي هو التضخم الجحوظي، وتوكسيك ادينوما، وعندي كمان بيلس ثايرودايتس. بصوا اللي انا فهمته من الحته دي ان هو مرض اوتو اميون بسبب الجهاز المناعي، ده بيقود الى نشاط زياده للثيرويد جلاند، تمام. فبتبتدي يا جماعه تديني مواد سامه من مالتي نيودولار، احنا واخدين النوديول انها بتبقى مورمه كده، بتبقى فاهمين. والجويتر اللي هو التضخم الجحوظي بيبقى سام، وعندي توكسيك ادينوما يعني كمان عندي ورم حميد سام، انتوا فاهمين. وبيلس ثايرودايتس يعني يا جماعه بالبلدي ما بيكونش ظاهر الاعراض، ما بيكونش ظاهر الاعراض، تمام. طيب بعد كده يا جماعه بقى نبتدي نتكلم عن الثيرويد جلاند بالراحه. اول حاجه ان الثيرويد جلاند هي جزء من اجزاء الاندوكراين سيستم اللي هو جهاز الغدد الصماء، هي لارجست اورجان، اكبر عضو، سبيشاليزد فور اندوكراين فانكشن ان الهيومن بودي. يبقى يا جماعه اكبر عضو متخصص في وظيفه اللي هو الايه، الافرازات الصماء، يعني انها بتفرز على طول في الدم مش بتفرز في قنوات. اند اتس بوليوبولار ان ستراكشر، طبعا احنا عارفين ان هي شكلها مكون من فصين او عامله زي الفراشه بالظبط، فهي بوليوبولار، تمام.
ده شكلها زي ما احنا شايفين، ادي الفراشة، او ده يعني ده جنب وده جنب، وفاصل ما بينها ده سبتم او حاجز، فعاملة بالظبط زي الفراشة، يعني هي بالظبط رسمتها زي الايه، زي الفراشة. بيقول لي ان الثايرويد دي شمس عاملة شبه الفراشة، لوكيتد، موجودة فين بقى؟ موجودة هي شمس ان فرونت اوف النك، موجودة يعني عند الرقبه من قدام، فاهم؟ جاست بلول ادم ابل، تحت تفاحه ادم، انتيريور تو تراكيا، قدام كمان القصبه، تيبيكالي اوفرلايز السكند والثيرد تراكيا رينجز، وخصوصا هي موجوده قدام التراكيا، صح؟ قلت لك انها موجوده قدامها، وخصوصا على الطبقه الثانيه والثالثه. مش احنا عارفين ان التراكيا عباره عن حلقات، تراكيا عبارة عن حلقات كده، القصبة الهوائية عبارة عن حلقات، هي بقى موجودة قاعدة على الحلقة التانية والحلقة التالتة. just inferior to larynx، يعني هي أسفل، كلمة inferior يعني أسفل الحنجرة، along the front of the windpipe. يبقى تاني انا عرفت ان هي مكانها قدام عند الرقبة من قدام، تحت تفاحة ادم، موجودة يا جماعة قصاد التراكيا او قدام التراكيا، قاعدة على الفقرة التانية والتالتة في حلقاتها، قاعدة على الحلقة التانية والتالتة خصوصا، تحت الحنجرة وقدام القصف، عادي يعني. طب الاناتومي، قال لي ان الثايرويد جلاند هي شكلها شكل الفراشة، قلنا ان هي موجودة فين خلاص. بيقول لي ان هي بتتكون من تو لاترال لوبس، بتتكون من فصين، والفصين دول يا جماعة متوصلين ببعض بإزمص، حاجة عاملة زي حاجز. الثايرويد جلاند بتنتج لي هرمون، يعني الثايرويد جلاند بتنتج لك ثلاث هرمونات، تي 4 اللي هو الثايروكسين، وكمان عندي تريدو ثايروكسين اللي هو تي 3 اللي هو نسبته بتبقى سمول قليلة، وعندي كمان الكالسيتونين. الثايروكسين والترايدوثايروسينين، خلاص الثايروكسين وترايدوثايرونين دول يا جماعة كولكتيفلي از الثايرويد هرمون، يعني ممكن اقول كده او اعبر عنهم او هم بيشيروا الى هرمونات الغدة الدرقية، ممكن يعني ادمجهم مع بعض، ثايروكسين تي 4 او الثايرودوثايرونين، ممكن اقول عليهم ثايرويد هرمون، ده هرمون الغدة الدرقية كده مع بعض. طيب وظيفة تي 3 بقى وتي 4 بجمعتهم، بيبقى بقول وظيفتهم مع بعض. اول حاجة ان هم بيتحكموا في الميتابوليك، معدل الايض في جسمك. تاني حاجة بيقول ان تي 4 ده هو هرمون ضعيف، فبالتالي بيخلي الميتابوليزم بتاع الجسم في مرحلة ستيدي، كلمة ستيدي يعني في مرحلة ثابتة. بعد كده يا رجالة تي 3 بيقول لي ان هو سريع، فبيعمل ميتابوليك بشكل رابط، بشكل سريع، ايض بشكل سريع، عكس بعض في الحتة دي. والهرمونات دي يا جماعة اكليريت ميتابوليك بروسس، يعني بتظبط عملية الايض. يبقى باختصار كده تي 3 و 4 لهم علاقة بعملية الايض، مين اللي موجود بكميات قليلة، مين اللي موجود بكميات قليلة؟ تي 3، عشان كده بيقول لك ان تي 3 سريع، بيخلي عمليه الايض سريعه جدا. تي 4 ده ضعيف، بيخليها في مرحله ثابته، وهما الاثنين مع بعض بيقدروا يظبطوا عمليه الايض. بعد كده بيقول لك ان الهرمونات دي يا جماعه بيقول لي انفلونس السيل ريبليكيشن اند ار امبورتنت في البرين ديفلوبمنت، يعني يا جماعه بيأثروا في تضاعف الخليه، بيأثروا في تضاعف الخلية، ومهمين كمان لتطور المخ، لا وكمان مهمين للجروس، اكيد بيساعدني في الايض، اكيد مهم للنمو. والثايرويد هرمون يا جماعة انفلونس في ميجور اورجان سيستم، يعني هرمون الغدة الدرقية اللي هو الثايروكسين ده بيأثر على اعضاء تانية كتير، تمام. كمان الكالسيتونين بيعمل ايه؟ الكالسيتونين قال لي هو ريديوس البلازما ليفل اوف الكالسيوم كريزنج اتس ديبوزيشن ان البون، بمعنى او باختصار ان الكالسيتونين بيحافظ على نسبه الكالسيوم في العظام. يعني ايه يا شمس؟ يعني بياخد الكالسيوم من الدم يقوم عامله او رميه في العظام، يبقى الكالسيتونين بيحافظ على نسبه الكالسيوم في العظام. يبقى احنا قلنا ان الهرمونات دي بتساعد في التضاعف وتطور المخ، بالإضافة إن هي بتساعد في النمو ومهمة لأعضاء تانية. بالنسبة للكالسيتونين فهو بيساعد على يعني زيادة نسبة الكالسيوم في العظام، أو بيحافظ على نسبة الكالسيوم في العظام وبيقللها في الدم.
ازاي اعمل اسمنت للاندوكراين جلاند، ازاي اعمل تقييم للغده دي، الغده الدرقيه. قال لي بصي في فيزيكال اسسمنت. الفيزيكال اسسمنت يا شمس دي بتبقى تغيرات في الجلد ار كومن وذ بوث هايبو فانكشن اند هايبر فانكشن اوف الثايرويد جلاند. يعني بيبقى في تغيرات في الجلد، يعني بتلاقيها ورمت سواء هي بتادي وظيفتها بشكل قليل او هي عندها زياده في نشاطها. في كلا الحالتين هي بتسيب اثار على الجلد. بعد كده بيعمل ايه برضك؟ بيعمل اي تشينج. كلمه اي تشينج يعني تغيرات في العين. زي ما قلت لكم الاكسوفاتالاموس اللي هو الجحوظ العينين، بيخلي العين كده زي انتوق وطالعه لبره. برضك بيعمل تغيرات في الفيزيكال ابييرنس، المظهر الجسدي بشكل عام. لان زي ما اتفقنا ده بيعمل يعني ايه تغيرات في الوش، شعر الفاشيال هير ان وومن، تغيرات مظهر اللي هو الشعر في الوش بالنسبه للنساء، المون فيس والبافلو هام، سيننج اوف الايه، سيننج اوف السكان. الخلاصه ادي زي ما احنا شايفين المون فيس اهي، شوفوا الشكل، انكريز في البادي اند فاشيال هير، زياده في شعر الوجه اهو، مش زياده في شعر الوجه. انت ما بتعمليش ليه؟ تمام. يبقى ادي اول حاجه المون فيس، ده مش معناه ان وشها شكله حلو، لا ده تقريبا واخد شكل القمر في الهلال او انه منحني او حاجه تقريبا. انكريز زي ما قلنا البادي والفاشيال هير، شايفين الشعر زياده ازاي في الوش وفي اجزاء الجسم. ويت جين، زياده في الوزن كمان. طيب بصوا يا جماعه، السكن اند سبكتينوس تيشو slow wound healing، الجرح بيقعد كتير على بال ما يخف. العضلات بيبتدي يحصل لها اتروفي، ضمور. بصوا ادي بافلو الهامب، بافلو الهامب معناها للاسف بيطلع حاجه عامله زي سنام الجاموسه. طبعا انا لو جبتها لكم على الصور هتكون شكلها اوضح. هي ولا شايفين مورمه ازاي؟ هي دي البافلو هامب، حاجه عامله كده زي سنان الجاموسه بالظبط. فهمنا الفكره؟ مش عارفة الاقيها بشكل اوضح. اهي بصوا اهي، هي دي، ربنا يعافينا يا رب. انا اظن دي حاجة هتفهمنا يعني ايه وجه القمر. دي البنت في حالتها الطبيعية، ودي لما وشها قلب وش القمر، معناه ان هي بتبقى وشها بيكبر او بيتخن او بيبقى مليان، حاجة شبه كده. اكيد وش القمر بيبقى عامل زي القمر، زي الدايرة، ويبقى مليان لحم. اكيد ده معناه او بيورم بالبلدي كده، الوش بيورم وبيزيد دهون، فبيبقى عامل زي القمر بالظبط. لو احنا عايزين ندور على السبب بتاعها، لا شكرا خلاص مش مهم. يبقى احنا كده شفنا الاعراض اهو، تغيرات الجسديه سواء الفاشيال هير في الوومن او زياده في شعر زي ما اتفقنا الوجه والاماكن الاخرى من الجسم، وسنام الجاموس بفر يعني جاموس، وقلنا بيبقى شكله عامل ازاي من عند القفا كده، بيبقى فيه تورم، وسيننج اوف السكن، الجلد بيبقى رقيق بقى ورفيع وكده. اوبيزيتي، تخن، بيحصل تضخم للترانك للجذع، و سينس اوف الاكستريميتس، الاطراف بتبقى زي ما اتفقنا رقيقه ورفيعه قوي. انكريز السايز، بيزيد حجم الاقدام والايد والاديمه، خلاص يعني بيحصل تضخم كده، بيزيد الحجم بتاع القدم والايد والورم. الفيتال ساينز كمان لازم اقيسها. يبقى ده يا جماعه اسسمنت للاندوكراين جلاندز، بعمل فيزيكال اسسمنت. فيزيكال اسسمنت ده بلاحظ الجلد يا شمس، لان الجلد طبعا بيحصل فيه تغيرات زي ما قلت لك، وراحز العين، وهتلاقي ان العين بيحصل لها جحوظ. تمام. اكسو فاتالاموس، وهنلاقي كمان تغيرات جسديه زي ما اتفقنا، وهنلاقي تخن في جزء ترانك والاطراف بتاعتنا يا جماعه بقت رفيعه جدا، حصل لها سيننج، وبيزيد حجم القدم وحجم الايد وحجم الايديمة، وكمان الفيتال ساينز بايسها. طيب دلوقتي يا جماعه عايز اعمل دايجنوستيك ايفالويشن، انا عايز اعمل تقييم للاندوكراين جلاند، انا عايز اقيم الاندوكراين جلاند، عايز اعمل لها ايفالويشن. بصوا يا جماعه لازم اعمل، علشان انا اشخص واعمل تقييم للغده الدرقيه، لازم اعمل تيست، اختبار الغده الدرقيه.
طيب اعمل ايه كمان؟ ثايرويد، ثايرويد ستيميوليتنج هرمون، وكمان اشوف هو مين اللي بيحفز الغده الدرقيه، هرمون التي اس اتش اللي بتفرزه البيتيوتري جلاند اللي بتفرزه الغده النخاميه، فبرضك اعمل اختبار للهرمون ده. وكمان السيرم فري ثايروكسين، اشوف نسبه الثايروكسين في السيرم، وتي 3 وتي 4 اشوف نسبتهم. فاين نيدل اسبيريشن بايوبسي، فباخد عينه طبعا من الرقبه يعني، وثايرويد سكان بعمل اشعه وراديو سكان، اشعه مقطعيه يعني اشعه راديو واشعه سكان. تمام فهمنا الفكره. تمام كل ده عشان انا اعمل تحليل انالايزس للعينه اللي انا خدتها. تمام المهم يا جماعه ان انا بيبقى عندي ايه هي الامراض اللي انا ممكن الاقيها عند شخص؟ ممكن الاقيها عنده هايبر ثايرويديزم، يعني عنده ارتفاع اوفر برودكشن اوف الثايرويد هرمون، ارتفاع في انتاج هرمون الغده الدرقيه، بيفرز الثايروكسين بيفرز بكميه كبيره. طيب ايه هو يا شمس الهايبوثايرويديزم؟ العكس، اندر برودكشن اوف الثايرويد هرمون، بيفرز بكميه قليله. الديس اوردر دي يا جماعه بينج فادر كلاسيفايد از، في طبعا يعني بصنفهم سواء كان هايبر ثايرويديزم كميته كبيره او هايبوثايرويديزم كميته قليله، فبيمر بمرحلتين، مرحله برايمري وفي مرحله سكندري. تمام المرحله البرايمري ده بيبقى ديس اوردر من الثايرويد جلاند، يعني ايه؟ يعني المشكله بتبقى في الغده الدرقيه ذات نفسها، ده البرايمري، ان المشكله بتبقى في الغده الدرقيه ذات نفسها. لكن المرحله سكندري او المرحله السيرتري هي يا جماعه دامج حصل في البيتوتري جلاند، حصل في الغده النخاميه، او حصل في الهايبوثالامس جلاند. الهايبوثالامس هي الغده النخاميه. ايه بقى المهم؟ يعني لو انا قلت لك الحوار ده برايمري، يبقى انت تقول لي ده المشكله من اصل المشكله ذات نفسها، المشكله يا ستي من الغده الدرقيه. لكن لو سكندري، لا، المشكله في البيوتيتر جلان اللي هي الغده النخاميه. هناخد حاجه حاجه. اول حاجه الهايبوثايرويديزم، لو انا حصل عندي نقص في افراز هرمون الغده الدرقيه، ايه هي الاسباب؟ اول حاجه كرونيك ليمفوسايتيك ثايرويدايتس اللي هي اسمها هاشيموتوز ثايرويدايتس. يعني يا جماعه بقول تبتدي تقل نسبة هرمون الثايروكسين لو حصل التهاب مزمن في الغدة الدرقية. تاني حاجة اتروفي اوف الثايرويد جلان، ان هي ذات نفسها تتدمر بسبب تقدم في العمر. سيرابي العلاج، لو انا اديت علاج للهايبر ثايرويديزم، يعني انا مثلا ممكن ادي علاج، العلاج ده يكون عشان يعني ايه؟ يعني انت يكون مثلا عندك نسبة الهرمون عالية، الهرمون نسبته عندك عالية، او ما انا مديك علاج انت تاخد مثلا جرعة زيادة شوية فتقلله بنسبة كبيرة فيبقى عندك هايبوثايروديزم. فهمنا الفكرة. المهم راديو اكتف ايودين اللي هو اليود المشع، ثايرويدكتومي، الناس اللي بتعمل استئصال للغدة الدرقية، ما هي اللي بتنتج لي هرمون الثايروكسين، المفروض لما انا اعمل لها استئصال اديك بقى دواء تقدر انك تاخده طول عمرك عشان يعوض لك هرمون الثايروكسين ده. لكن للاسف ممكن مثلا احنا نستأصلها وانت ما تاخدش الدواء، نكتب لك على الدواء وانت ما تاخدوش، فيجي عندك هايبوثايروديزم. الادوية عندي الليسم والايودين كومباوند والانتي ثايرويد ميديكيشن، راديشن تو هيد اند نيك فور تريتمنت اوف هيد اند نيك كانسر وليمفوما. يعني يا جماعة الأدوية اللي هي اسمها ليسم أو الأيودين كومباوند اللي هي اليود أو الأنتي ثايرويد ميديكيشن دي أو الرياديشن تو هيد الإشعاع بالنسبة للرأس والرقبة، بستخدمهم فور تريتمنت لعلاج الهيد والنك والكانسر والليمفوما، عشان أعالج الرأس والرقبة والكانسر والليمفوما. طيب انفلتريشن ديزيز اوف الثايرويد، اميلويدوزيس والسكليروديرما، وعندي كمان الايودين ديفيسنس اند ايودين اكسس. يبقى يا شباب ايه هي الحاجات اللي ممكن تؤدي لي الى نقص هرمون الغده الدرقيه؟ قلت لك ان يكون لا قدر الله عندك التهاب فيها مزمن، او حصل تدمير ليها بواسطه عمرك، او انك بتاخد علاج لزياده الهرمون فانت خدت جرعه زياده فقلتهولك قوي، يعني انت كان عندك الهرمون زيادة فلما خدت الدواء وخدته بجرعة زيادة فقلتهولك قوي، او ان انا بديك يود مشع، او ان انت اساسا مستأصلها. في انواع معينة من الادوية بتسبب هايبوثايروديزم، شبه الليسم والايودين كومباوند والانتي ثايرويد ميديكيشن والراديشن كمان اللي هو الاشعاع اللي بيبقى لمنطقة الرقبة والراس عشان اعالج الكانسر والسرطان والحاجات دي، برضك ده ممكن يؤدي الى نقص هرمون الغدة الدرقية. اي اشعاع ممكن تتعرض لمنطقة الرقبة اللي فيها الغدة الدرقية فده هيؤدي الى نقص هرمون الغدة الدرقية.
ممكن يا شمس امراض تيجي بسبب ترسب البروتين زي الاماي زي الامايلويدوزيس. ايه الامايلويدوزيس ده يا شمس؟ الامايلويدوزيس ده معناه مرض الداء النشواني، ده بيبقى بسبب تراكم البروتين في قطع معينة من جسمك. يعني انا كنت شفت الصور حزنت، ادي الصور يا شباب، متخيلين معايا؟ شايفين ده للأسف يعني مرض الداء النشواني. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام، خلونا نكمل كده. قلنا ده اسمه كده مرض الداء النشواني، وشوفنا شكله. أول سكليرودوم سكليرودرما، سكليرودرما معناها تصلب الجلد، ماشي، او الايودين ديفيسنس، يعني نقص نسبه اليود. لان فعلا اليود يا جماعه بصوا، هرمون الثيروكسين اصلا هو مكون من يود واحماض امينيه، فانا جسمي لازم يكون موجود فيه يود واحماض امينيه عشان الغده الدرقيه تقدر تصنع هرمون الثيروكسين. لما انا يبقى عندي نقص في اليود نتيجه نقص نسبة المأكولات البحرية، لأن اليود أصلا موجود في السمك، فبالتالي أنا كده مش لاقي اليود اللي هصنع لك بيه هرمون الثيروكسين، تمام؟ أو العكس اسمه أيودين إكسس، يعني زيادة، أو زيادة نسبة اليود. ففي كلا الحالات سواء نقصه أو زيادته بشكل كبير ده بيخلي الغدة الدرقية مش عارفة تشتغل. طيب ايه هي بقى يا اختي الاعراض بتاعت الهايبوثيروديزم؟ مش قلتي اسبابه؟ قولي اعراضه بقى. اول حاجه اكسترم فاتيج، تعب شديد بيخلي صعب طبعا على الشخص ان هو يكمل يومه، يعني difficult to person to complete the full day، صعب على الشخص ان هو يكمل يومه، يعمل له تعب. تاني حاجه work او participate in usual activities. ايه يعني ايه عايز ايه؟ مش فاهم. المهم ان انت بتشارك زي ما قلنا في الانشطه المعتاده، بس ما بتقدرش تكمل يومك. تالت حاجه هيرلوس، فقدان الشعر، بريتي نيلز، ضوافرك بتبقى هشه ممكن تتكسر بسهوله، جلدك بيبقى دراي جاف وكومن سيكند يعني غليظ كده شويه، نامنس اند تينجلينج اوف الفينجرز ماي اوكير، يعني كمان بيحصل تخدير وتنميل في الصوابع، الفويس ماي بيكام هاسكي، الصوت بيبقى اجش يعني بيتغير، هتلاقيه حتى بيتغير، وهارسنس في بحه كده. طيب منسترال ديستربانس، يعني الدوره الشهريه بالنسبه للاناث مضطربه، ساش از المينوراجيا او امينوريا. بص هو اكيد دي معناها لا اما النسبه بتكون زياده عن اللزوم، لا اما ما بتجيش اصلا، هي حاجه من الاثنين. يبقى كلمة مينوراجيا انها تيجي زي ما قلنا بغزارة، لكن امينوريا انها تنقطع اصلا ما تجيش اساسا. subnormal temperature يعني بيبقى درجة الحرارة مش طبيعية او تحت الطبيعي، وكمان معدل النبض بيبقى تحت الطبيعي. يبقى دي الاعراض بتاعة نقص هرمون الثيروكسين يا جماعة. لما الهرمون ده بينقص انت بتتعب، جلدك طبعا بيكون جاف، وبتدي ضوافرك تبقى هشة، وبتفقد شعرك ومش عارف ايه، وبيبقى جلدك غليظ كده شوية، بتشارك في الانشطة اليومية المعتادة ومتقدرش يعني برضك ما بتقدرش تكمل يومك، وزي ما اتفقنا بيحصل نمنس وتنجلنج يعني تخدير وتنميل في الاصابع، صوتك بيتغير بيبتدي يبقى فيه بحة كده وبيبقى جش وبيتغير، وقلنا الطمس بيبقى دورة الحيض، الدورة الشهرية عند الإناث بتبقى يعني ايه؟ يعني لا اما كتير لا اما منقطعة، أمنورية ما بتجيش أصلا، وزي ما اتفقنا الحرارة والنبض بيبقوا طبيعي أقل من الطبيعي. طيب رقم 8، رقم 8 بيقول كمان بيقول كمان بيقول ان البيشن كمان يا جماعه بيبتدي ان هو جين ويت، يعني بيبتدي لما الهرمون ده بينقص هو وزنه بيبتدي يزيد، تمام. البيشنت كمان بيحس بكولد، بيحس ببرد في الوارم انفايرمنت، يعني البيئه ممكن تكون دافيه وعاديه ومش عارف ايه، بس هو حاسس ببرد. وكمان كونستيبيشن بيبقى دايما عنده امساك. والشخص كمان يا جماعه والكوزينيتيف تشينجز كاركتر، يعني بيبقى فيه زي ما اتفقنا تغيرات من الديمنتيا، وكمان ابينيا. ابينيا يعني اختفاء النفس، مع يعني لو الهايبوثايروديزم لو هو بقى قليل زيادة عن اللزوم فبيحصل أبنية. يبقى بسرعة كده تاني شمس، زي ما اتفقنا أول حاجة يا جماعة بيبتدي إن هو يكسب وزن، تاني حاجة بيبتدي إن هو يحس بالبرد حتى لو البيئة دافية، بيبقى عنده إمساك، بعد كده يا جماعة بيبقى عنده تغيرات في عقله، وده ممكن يجيله ديمنشيا يعني ممكن يتجنن، وكمان أبنية زي ما اتفقنا، اختفاء النفس. بس لو فعلا نسبته قلت قوي 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 ممكن المريض بيبقى ما بيتنفس يعني. طيب لو انا بقى ازاي اشخص قلت ثايرويد هرمون ليفل،
تي 3.4 عالي. الميديكال مانجمنت اوف الهايبوثايرويدزم دايجنوستيك فايندينج فور الهايبوثايرويدزم. طبعا يا جماعه هي تقريبا الدكه قالت الحته دي غلط، بس يعني هو بالذكاء ان هايبوثايرويدزم يبقى تي 3.4 قليل، مش محتاجه غباء يعني. كلمه هايبو يعني قليلين، المفروض ان هم قليلين بس. تمام. المهم طب ازاي بقى اتحكم وكده، ازاي اتحكم في الهايبوثايرويدزم؟ استور ريستور ا نورمال ميتابوليك ستيت باي ريبليسنج الميسنج هرمون. طالما هو قليل قوي والمفروض ان انت تحاول انك تعمل توازن لعمليات الايض عن طريق ان انت تديلهم الهرمون في صوره بقى حبوب تابلتس اقراص، المهم انك تعوض لهم الهرمون اللي ناقص من جسمه. تمام. طب الثايرويد هرمون ريبليسمنت ايه هو يا شمس البديل بتاع هرمون الغده الدرقيه؟ سبورتيف ثيرابي، علاج الهايبوثايرويدزم. ايه هو العلاج يا شمس؟ ارتيريال بلاد جاز مي بي ميجر دو ديترماين كاربون دايكسيد ريتينشن. البالس اوكسيمتري هيلب فول ان مونترينج اكسجين ساتوريشن ليفل. فلويد ار ادمنستر كشوصلي بيكوز اوف الدينجر اوف الووتر انتوكسيكيشن. Application of external heat is avoided because increased oxygen 5 requirements and may lead to vascular collapse. لو الهايبوغلايسيميا حصلت concentrated glucose may be prescribed. Thyroid hormone is administered intravenous until consciousness if restored if المكسيديما and progress to مكسيديما coma. The patient is then continued of the oral thyroid hormone therapy. ترجم اللي انت قلتيه. اول حاجه يا جماعه، لو نسبه الغازات في الدم الشرياني لازم اقيسها. ليه؟ عشان اعرف نسبه ثاني اكسيد الكربون. تمام. يبقى انا بقيس يا جماعه نسبه الغازات في الدم الشرياني عشان اعرف نسبه ثاني اكسيد الكربون واحددها. تاني حاجه، البلس اوكسيمتري ده مهم عشان تعرف تركيز الاكسجين عامل ايه في جسمك. تالت حاجه، انا بدي سوائل. تمام. ليه؟ علشان يا جماعه امنع تسمم الميه، يعني فلويد ار ادمنستريد، يعني انا لازم ادي السوائل كوشصلي. كلمه كوشصلي معناها بحذر، لازم ادي السوائل بحذر عشان خطر تسمم الميه وكده وتسمم سوائل يعني وكده. طيب تاني حاجه يا جماعه، ابلكيشن اوف الاكسترنال هيت از افويدد، يعني اوعى تدي له حراره او يعني من مصدر خارجي. ليه؟ لان الحراره دي ممكن تعمل تدمير للاوعيه الدمويه. لو حصل نقص في هايبوغلايسيميا، يعني لو حصل نقص في الجلوكوز في دمه ادي له جلوكوز، يعني لو نسبه السكر في دمه قلت فادي له جلوكوز مركز. الثايرويد هرمون يا جماعه بديه عن طريق الانتروفينس، يعني بديه عن طريق الوريد. طالما المريض صاحي واعي اديه عن طريق الوريد، لكن لو الحاله تطورت مني ودخل في مكسديما كوما، يعني دخل في غيبوبه مكسديما، هوريكم ايه المكسديما دي دلوقتي. البيشنت طبعا لو دخل مني في كوما في غيبوبه مش عارف ايه، لا هنا طبعا ابتدي ان انت تديله عن طريق الاورال، عن طريق الفم. The patient is then continued on the oral thyroid hormone. يبقى انا دلوقتي يا جماعه بقول ان الثايرويد هرمون بديه انترافينس until consciousness is restored if المكسيديما has progressed to مكسيديما كوما. The patient is then continued on the oral thyroxid hormone therapy. لا هو اكيد معلش هنا بيقصد ان الثايرويد هرمون انا بديه عن طريق الوريد لحد ما يبقى لو المريض واعي. حتى لو المكسيديما تطورت لمكسيديما كوما، يعني كونشسنس شمس بالبلدي كده يا ولاد، يعني هو حتى لو مش واعي طبعا بديله بردك عن طريق الوريد، لكن بعد كده لما يوعى بقى والدنيا تمام مش عارف ايه، ابتدي بقى انك تديله عن طريق الاورال. لما يصحى ويفوق ابتدي اديله عن طريق الاورال. دي اكيد معناها. يبقى يا جماعه اول حاجه بشوف نسبه ثاني اكسيد الكربون، تاني حاجه البلس اوكسيميتر عشان اشوف تركيز الاكسجين، تالت حاجه ادي السوائل بحذر عشان ممكن يحصل تسمم ميه، رابع حاجه ما تطبقش حراره خارجيه عشان ما يحصلش انهيار للشعيرات، خامس حاجه لو هو بقى عنده نقص سكر في الدم اديله جلوكوز مركز، سادس حاجه الثايرويد هرمون بديه عن طريق الوريد، بديه عن طريق الوريد حتى لو الميكسوديما تطورت معايا الغيبوبه. The patient is then يعني فيما بعد بقى بيستمر على العلاج بالبق، بس ده لما يفوق يعني، لان الفكره يعني بتدي له عادي العلاج عن طريق الفم يعني. تمام ماشي. Nursing management of nursing management of الهايبوثايرويدزم. انا بقى ازاي هعمل خطه او ازاي هتحكم في نقص هرمون غده الدرقيه ده؟ المهم
اول حاجه موديفاينج اكتيفيتي البيشنت ابيليتي تو اكسرسايز بارتيسيبيت في الاكتيفيتي از فارذر ليميتد باي التشينج في الكارديوفاسكولار اند بالمونري ستيت. نمبر 2 النيرس شود اسيست ان كير اند انكرج البيشنت تو بارتيسيبيت في الاكتيفيتي عشان تمنع الكومبليكيشن. تالت حاجه مينتين البيد ريست وين بيشنت ستيتس امبروفد اكتيفيتي. مونيتور الفيزيكال ستيتس البيشنت فيتال ساينز والكونجكتيف ليفل ار مونيتورد كلوزلي تو ديتكت الديتيريوريشن اوف الفيزيكال اند منتال ستيتس. برضك تالت حاجة بروموت الفيزيكال كومفورت اكسترا كلوزنج از بروفايدد والبيشنت از بروتكتد فروم درافتس يوز اوف الهيتنج بادز اند الكتريك بلانكس از افويدد بيكوز اوف الريسك اوف البريفرال فازو دايليشن. بروفايد برضك ايموشن سبورت البيشنت والفاميلي ريكوير اسيستنت اند كونسلنج تو ديل ويز الايموشنال كونسرن والرياكشن. بروفايد ثايرويد هرمون از بريسكرايب مونيتور البيشنت فور ساينز اند اوف الانجينا او المايكاردير انفراكشن واسس المينتال ستيتس ومونيتور الارتيريال بلود جاز والبلس اوكسيمتر وبروفايد اللو كالوريك هاي فيبروس دايت وانستراكت البيشنت تو جريدوال انكريز الاكتيفيتي. الهيلث ايدوكيشن تيتشنج البيشنت سيلف كير dietary instruction is provided to promote the weight loss. ONS medication has been initiated and to promote return of a normal bowel pattern. Reassure the patient and family that many of the symptoms will disappear with effective treatment. Continuing care, the patient need follow up and health care. Okay. ترجمة بقى. شطها مرة واحدة ترجمة. أول حاجة. المريض قدرته على النشاط وكده بتبقى خلاص محدودة، هو خلاص ما بيقدرش يعمل الأنشطة زي الأول، بيبقى فيه تغيرات في النشاط اللي هو بيعمله. ليه؟ لأن حصل تغيرات في الأوعية القلبية وحصل يا شمس تغيرات في الرئة، حالة الرئة ما بقتش ولا بد، فبالتالي حصل تغيرات في نشاطه بشكل عام، نشاطه ابتدى يقل. أنا بقى كممرضة مفروض أن أنا ساعده وشجعه أنه هو يبتدي يشارك في أنشطة ويعمل أنشطة، يعني ما خلوهوش قاعد على طول بحيث ان ممكن يحصل له اي مشاكل زي البيت سورس زي قرح الفراش زي اي مشكله من دي. تمام. تالت حاجه ان انا لازم اريحه في السرير. ماشي، وهتحافظي على راحته في السرير، ده لما يعمل نشاط. يعني هو عمل نشاط بنفس الوقت هتديله فترات راحه، طالما هو عمل يبقى هتديله فترات راحه. طيب بردك لازم تاخدي بالك جدا من العلامات الحيويه بتاعته زي الضغط والتنفس ودرجه الحراره والنبض، واخد بالك بردك من تاخد بالك بردك من حالته العقليه، عشان لو في اي تدهور للحاله العقليه او الحاله الجسديه تكتشفه. طيب بعد كده يا شمس بردك اعمل ايه تاني؟ الممرضة بردك لازم تحافظ على راحة المريض. مش احنا اتفقنا ان هو بيحس ببرد في البيئة الدافية فدفيه فلبسيه حاجات زيادة، فهمنا الفكرة؟ استخدمي كمان يا شمس الهيتنج بادز او اللي هي بنسميها البطاطين. تمام. بيقولك ان الهيتنج بادز والبطاطين دي تتجنب استخدامها. ليه؟ لان الهيتنج بادز والالكتريك بلانكتس دي يا شمس قال لي دي ممكن تعمل توسيع في الأوعية، لذلك يتم تجنبها. يبقى انا بدفيه بايه؟ بلابس زيادة وخلاص. لكن الهيتنج بادز والالكتريك بلانكس لو سمحت يا ستنا الحاجة تجنبي استخدامها علشان ما يحصلش فازو دايليشن، عشان ما يحصلش توسع للاوعيه. برضك يا شمس اديله دعم عاطفي، احنا معاك وكلنا معاك وما تقلقش وما تخافش والكلام ده كله، وكمان مش انت بس، انت وعيلته. وانت برضك مش بس تدعمي المريض، لا انت كمان تدعمي عيلته. يبقى البيشنت وعيلته كلهم متطلبين مساعدة، متطلبين منك مشورة عشان يقدروا يتصرفوا في الحالة دي. ده طبعا فضلا عن الحاجات اللي انت هتعمليها بشكل يعني فارماكولوجيك بشكل دوائي، انك تديله الدواء ده طبعا اكيد، تديله ثايرويد هرمون عشان تعوضيه عن النقص. برضك يا شمس تاخدي بالك من العلامات الحيوية بتاعت الذبحة الصدرية، واعملي كمان او وتاخدي بالك بردك شمس من حالته العقليه، الحاله العقليه للمريض، تشوفي نسبه ثاني اكسيد الكربون في الارتيريا بلاد جاز وتركيز الاكسجين في الدم. بردك يا شمس تديله مواد فيها سعرات حراريه قليله، فيها سعرات حراريه قليله، وتديله الاكل اللي هو بيبقى الياف زي الخس والحاجات دي. يعني المهم تدي المريض بردك تخليه يزود نشاطه بشكل تدريجي.
طيب برضك تديله تعلميه مثلا ازاي يحافظ على نفسه، تديله تعليمات ان هو مثلا عشان يطور فقدان وزنه، ان هو عمال وزنه بيزيد، يبقى بسبب نقص هرمون غدة الدرقية هو وزنه بيزيد، فانت بتديله تعليمات يومية عشان يعرف يقلل وزنه. عشان كده فوق بيقولك اديله لو كالوريك، سعرات حرارية قليلة، يبقى ده نشاط غذائي او نظام غذائي عشان هو يقلل وزنه. تمام. واس ميديكيشن هاز بين انتيتد ان تو بروموت ريتيرن اوف النورمال باول باترن، برضك حالة الامعاء والأدوية والكلام دي لازم ترجع للنظام الطبيعي. تأكدي برضك يا شمس ان المريض والعيلة واكدي يعني اكدي للمريض والعيلة ان الاعراض اللي عند المريض واللي هو خايف منها وقلقان منها دي ان شاء الله هتختفي، ان شاء الله هتخف. يعني انا ابتدي اديله الدواء واساعد الباول انها ترجع لحركتها الطبيعية، واقول له ان ان شاء الله الحاجات دي هتختفي، الاعراض دي هتختفي. اديله علاج فعال وكمان لازم الرعاية ايه تستمر، هو محتاج انك دايما تكوني بتتابعيه وخايفة عليه ومساعداه. يعني انا اسفه على الصوره، بس عايزه بس قبل ما اخد لكم العلاج اوريكم يا جماعه ده شكل الميكس ديما احنا قلنا عليه. شايفين ربنا يعافينا يا رب. انا عشان الهايبوثايرويدزم انا مش قادره اخلص ده. طب ازاي اعالجه بقى؟ قال لي اول حاجه يا ستي انت لازم تدي علاج للبرايمري هايبر ثايرويدزم في السيرجيكال ريموفال اوف الابدومينال بارا ثايرويد تشو. يبقى عشان تعالجي البرايمري هايبر ثايرويدزم، الحته دي اكيد فيها لخبطه، سيرجيكال ريموفال اوف الابنورمال بارا ثايرويد تشو. تمام، ده انت قلت بلسانك ده في الهايبر ثايرويدزم. يا جماعه اكيد الحته دي ملخبطه، الدكتوره فعلا بتشرح قالت ان في حاجات ملخبطه، بس انا اقول لك الجمله دي بتقول ايه. الجمله دي بتقول لو انت عندك زياده في افراز هرمون الغده الدرقيه شيل جزء منها، بتعمل عملية جراحية وبتشيلها، لا اما بتشيل جزء منها على حسب. قشطة، تمام. بس ده اكيد مش هنا، ليه؟ لان انا لسه بشرح في الهايبوثايرويدزم، لسه ما روحتش للهايبر. ما علينا. فور السكندري ديزيز الجول از تو كوركت الاندرلاين كوز اوف الباراثايرويد هايبرتروفي. اذر تريتمنتس انكلود الهايدريشن ثيرابي، دايلايزيس اوف رينال فيليور، ميديكيشن، مش عارف ايه. انا اسفه الحته دي كلها فككم منها، يعني الحته دي معلش كده فككوا منها لانها صدقوني مش تبع الهايبوثايرويدزم. ندخل على النيرسينج كير بلان اوف الهايبوثايرويدزم. قلنا اول حاجه نعلم المريض والعيله عن المرض وعلاجه، نجهز المريض للعمليه لو محتاجين، ونديله دعم عاطفي، نخلي البيشن هايدريتد اس توليريتد، نقيس البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفيت والمغنيسيوم وليفل ومش عارف ايه، نشوف الهايبر سلامي كرايزس البوست اوبريتيف. انا حاسه ان في حاجه ملخبطه، انا مش حاسه، انا متاكده مش عارفه، بس انا متاكده ان في حاجه ملخبطه. خلاص يا شباب معلش انا هقفل، بس احنا كده اكيد واقفين لحد الجزء ده، فانا هقفل واحاول اشوف اللخبطه دي فين، هل هي في تفكيري ولا في الورق. بس المهم يعني ان احنا واقفين لحد الجزء ده، من اول هنا بقى هنبتدي من نشوف الحكايه. يلا، اللهم اني استودعك ما فهمت وما قرات وما حفظت، ردوا الي عند حاجتين الي يا رب يا كريم. سلام.